افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة أعمال تطوير مركز تدريب مهن المركبات والمدرعات والتسليح وتشغيل المعادن التابع لإدارة التعليم والتدريب المهني بعد تطويره ورفع كفاءته وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة والتي كان لها أكبر الأثر في تنفيذ أعمال التطوير والتحديث لمنظومات التأمين الفني للأسلحة والمعدات. كما استعرض اللواء أركان حرب طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة أعمال التطوير داخل الإدارة في إعداد الكوادر المهنية المتميزة القادرة على صيانة وإصلاح وتشغيل مختلف الأسلحة والمعدات، فضلا عن التعاون مع العديد من الجامعات التكنولوجية والمؤسسات المدنية لتدريب الشباب المصري داخل المراكز التخصصية للإدارة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمركز شملت الأجنحة والأقسام المختلفة داخل المركز، ومعرضا لمنتجات المراكز التخصصية لإدارة التعليم والتدريب المهني. كما نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الفني في القوات المسلحة من تحديث وتطوير لتلبية متطلبات التأمين الفني للأسلحة والمعدات المستخدمة داخل القوات المسلحة.